ما زلنا مع أخبار أخرى، ولكن هذه المرة اليوم السابع بتقول نصاب يستولي على ربع مليار جنيه لتوظيفها في الاستثمار العقاري. وزارة الداخلية وجهت ما أسمته اليوم السابع ضربة جديدة لمافيا النصب بعدما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بعد استيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 250 مليون جنيه من بعض المواطنين، واحتال عليهم بدعوى أنه سيوظفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات. يعني الرقم كبير جدا، ومرة تانية وتالتة ورابعة ما زالت الناس بتجري وراء الكسب السريع وبتعطي الفرصة لهؤلاء النصابين أنه ياخد هذه الأموال الكمية الضخمة علشان يستثمرها لهم، في حين ان هو مجرد شخص لا حد يعرف عنه حاجة ولا هي شركة ولا يعرف عنها اي تفاصيل.